هنسيب ناشئين السله وهنروح لانسات اليد برضو. كل الاخبار النهارده عندنا عن الناشئين والناشئات، ودي حاجه تفرحنا كلنا. معانا انسات اليد كمان بيفوزوا ببطوله منطقه القاهره برضو بعد الفوز على نادي الشمس. المباراه اتلعبت في نادي الشمس امبارح على ملاعب نادي الشمس، وقدر يفوز مواليد 2029 24 وايضا برضو احتفاظ بمنطقه القاهره. ما شاء الله عليهم، فعلا فريق قوي جدا، فريق واعد هيقدر يفرغ ليه الدرجه الاولى سيدات باذن الله، وبقياده الكابتن عادل عبد الجواد. الماتش اتلعب الشوط الاولاني خلص بنتيجه 16 10، وقدر الاهلي يحافظ على تفوقه لغايه ما وصل للنهايه وفاز. الفرقه بتضم بين صفوفها انجي هشام وبراء سعيد وجودي بهاء، رانا محمد، شهد احمد، فريده هاني، ليلى هيثم، زينه عمر، مريم احمد، ميار توحيد، ميرنا خالد، نوران خالد، نوران مجدي، منة الله سيد، كنزي محمد، سارة ياسر وسلمى ياسر، وكمان روان سعيد ورحمة محمد. ألف مبروك للعبتنا ونجومنا في السلة واليد أنسات بالفوز بمنطقة القاهرة والاحتفاظ بالكأس.